المياه الخطيرة قبلة أندونيسيا يتجول قاتل مسلح أسفل المياه، فهو المسؤول هنا رغم طوله الذي يبلغ 24 سنتيمترا فقط. من بين الجميع فهو يملك أقوى ضربة في العالم الطبيعي، إنه روبيان السرعوف الطاووس. إن شهيته مفتوحة، حان وقت إخراج الأسلحة الكبيرة. إنه مسلح بحاسة الرؤية الأكثر تطورا من أي مفترس على الأرض وبأسرع ضربة. تعمل عيناه بشكل مستقل ومعا لاستهداف فريسته على نحو أفضل. يمكن لأعينه كشف ألوان أكثر من أي مخلوق في العالم، كما أنها ترى الضوء المستقطب. إنه يقترب من هدفه. ثم يطلق سلاحه السري، مخالب المطرقة. إن مخالبه الحادة تضرب أسرع بخمسين مرة من طرفة عين. وللحظة تصل درجة حرارة المياه المحيطة لدرجة حرارة الشمس. أجل ما سمعتمه للتو صحيح. بعد التهام وليمته يعود روبيان السرعوف إلى بيته المبني حديثا. العقاب المخادع هو أقوى وأكبر طائر في الغابات المدارية وأحد أكبر النسور في العالم. يعد العقاب المخادع أحد أشهر أنواع النسور وأكثرها قوة، ويتميز بوجهه الدائري مثل البومة حيث يحيط به الريش، ويمتلك مخالب بنفس حجم مخالب الدب الأشهب، وهذا ما يجعله قادرا على القضاء على فريسته بسرعة كبيرة. كما يمتلك هذا العقاب جناحين قصيرين إلى حد ما، وذيل طويل يستخدمه في التوجيه مثل الدفة. ويعد العقاب المخادع أحد الطيور الجارحة النهارية والتي تخرج لصيد فرائسها في النهار. حيث يتغذى هذا العقاب على مجموعة من الحيوانات. ومن الجدير بالذكر أن طائر العقاب المخادع أحد الأنواع المهددة بالانقراض. يبني هذا النوع من النسور أعشاشه عاليا في أطول الأشجار في الغابة، تبنيها بمئات العصي والفروع وكذلك النباتات والفراء الحيواني. غالبا ما يستخدم نسور العقاب نفس العش مرارا وتكرارا.
عادة ما تعيش نسور العقاب في الطبقة العلوية من غابات الأراضي المنخفضة المدارية. لكن لسوء الحظ وبسبب تدمير موائلها تم القضاء عليها تقريبا في أمريكا الوسطى.